سامحني اختي، عندك امين تتزنف في قوي مناعه. صف عيشك. صف 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 سامحني. اما سير عندك امين تتزنف. لك ما هو اللي قوي المناعه وفيه الفيتامينات. هيا بي امين تتزنف اختي، ريتو هذا يقوي المناعه اللخ، فيه زنك، كله زنك وفيتامين سي وفيتامين دي. صفا امين تتزنف نشاط وحيويه. إيميونيتي 19 مكمل غذائي لتقوية المناعة بعد استشارة الصيدلي. وردة سرها المحبة. كام تقول هيك قوتنا في هريستنا. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كفاحت ولات حكاية، وكتابت بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شيء فيها يتحب. نجمة راك حرة. كيسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن ما زرعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا، صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب، باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو، ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ يا ذا الأزهر مزهروني ديما مزهر ومعدل كل منقالة، أما في قضية الدار الأزهر يخاف من مرته ومش نورمال. تيوينو الخبز قتلك سلق مش معدنوس، صابون أخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في قضيتك. ما عندي الزهر كي خديتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعه فيه. مع سمارت شيف مسهلها البنة. لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم. إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالا وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما. صباح
صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الماتينال. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للناس الكل. حافظوا على صغيراتكم على كباركم. من حكاية الكوفيد ديما الماسك، ما ننساوش الجل والتباعد بين بعضنا في الكيران ولا غيره، راهو يلزمنا نتباعدوا وما نتنفسوش في وجوه بعضنا على الأقل. دونك في حلقتنا اليوم باش نحكيوا على الكوفيد 19، فما معنى هذه باش نحكيوا بين الصحيح والغلط على حكاية الكوفيد والصغيرات. يشاع إنه ممكن الكوفيد في السلالة الجديدة نتاعو يعدي برشا صغيرات ويمرضهم. باش نشوفهم بعد مع الدكتورة وفاء زيادي سديري هل صحيح وإلا لا. كيف كيف باش نحكيو على الإميونيتي 19 بين شكون ينجم ياخذها، ياخذ المكمل الغذائي هذا وشكون لا. ركزوا معنا بعد شوية باش تعرفوا كيفاش نجموا تستعملوا المكمل الغذائي هذا وغيره موجود ومتوفر في برنامج اللماتينا الأبرز هذا كما العادة. أما قبل نشوفوا صفصوف، صباح خير. صباح النور يا فاطمة، إن شاء الله نهارك زين. نصبح على دو شيف ونصبح عليكم أنتم أو في برنامج الماتينال وين ما كنتوا تتابعوا فينا وتشاهدوا فينا كل صبحية تعديوها معنا على قناة التاسعة. إن شاء الله نهاركم زين وبنين وكله طاقة إيجابية وبرشا برشا محبة. عندي روبريك روبريك اليوم لاش تزغرت إن شاء الله نزغرت كي نعملها أيوب وطاهر عنده مدارة. دونك عندي روبريك لاست ستار اليوم كان لقينا وقت في خضم ليميسيون تاع اليوم اللي حافله برشا اركين فيها، ان شاء الله نلقاو وقت ونحكيو عليهم ان شاء الله. صباح خير يا شيف. صباح النور، نهاركم زين. صباح النور يا صباح النور البنات مشاهدينا وين ما كنتوا، نصبحوا عليكم بالخير من كوجينه الماتينال كالعاده. نحاولوا نودوكم بوصفات تسهل عليكم حكايه الدباره، شنو باش تطيبوا فطور وعشاء وغيره، وحتى الديسير ما ننساوكمش فيه. شيف فتحيه عندها الحلو. عندي الحلوة، عندي الخبز. شيخات كالعادة. بما أنه عندك الخبز أنا عندي الدربة. الحلو شنو باش تعمل؟ الحلو اليوم عندي فلان بالقوتة. أي حاجة سهلة وبنينة وماهيش متكلفة سيغتو، وعندنا خبز سميد باش نوريكم كيفاش تخلطوها كتعجوه بيديكم ويحضر في رمشة سهلة سهل بألخ. به أنا مشاهدينا باش نحضر اليوم زوز وصفات. الوصفة الأولى باش تكون مدربل كيف ما قلت، باش نوريكم كيفاش نحضروا المدربل اللي هو بعض الجهات في تونس بركة تحضروا مش جهات الكل. هذه فكرة نحب نتقاسمها معاكم. مع هو باش نحضر وصفة ثانية باش تكون طاجين كيما الحلو نتاع عش البلبل، على خاطر باش نعملوا بالورق نتاع المرسوقه يشبه له شويه في المنظر، باش يكون الطاجين هذايا ساهل برشا. تفاصيله ناخذوهم وحيده وحيده بعد ما نمشيو الفاطمه واللي كوتش ونبداو محتوى برنامجنا المتميز برنامج الماتينال. دونك قبل ما نمشيو نشوفوا لي سبورتيف دو بيبي جي ماش محاضرين، عاودوا نذكروا ديما في بدايه برنامج الماتينال بالمنتوج التونسي غافولا. غافولا دونك البرودوي اللي هو معناتها يصنع في زبده الكاكاوية اللي حاجه ياسر بنينه. ممكن في عادتنا التونسيه ماناش ياسر نستهلكوا في زبده الكاكاوية، ما راهي حاجه مهمه برشا لصحتنا وصحه صغيراتنا. شنو فيها؟ فيها فما اربع انواع من عند غافولا. فما بالكاكاوية معناتها الطبيعيه، فما اللي بالكراميل، وفما اللي بالفاني، وفما اللي بالدقله. خاصه حكايه الدقله برشا عباد عجبتهم بنينه برشا. انا ذقتها بنينه عالميه، اي سورتو اللي هي حاجه تخي ناتوريل يا فاطمه. صحيح لي باز نتاعها المكونات نتاعها اللي هما طبيعيين. اي بزيت زيتونه زاد مخلطه، حتى شويه السكر الموجوده راه ماهيش السكر كلي فريمون تقول ياسر حلوه، لا حاجه برشا محلاها ومحلاها. كان نستانسوا ونستعملوا زبده الكاكاوية في الصباح الفطور صغيراتنا والا حتى في الكوتي كي العشيه حاجه باهيه برشا. ما ننساوش زاد زبده الكاكاوية راهي باهيه حتى لي سبورتيف. بيان سور سي ان كومبليمون اليمونتير بالنسبه لي سبورتيف، تعاونهم باش يعطيهم برشا طاقه. لي كربوهيدرات اللي فيها تعطي برشا طاقه، فيها بوكو دو فيبر زاده حاجه بنين. اخذت دور الرابعه الماتماتي تحسني انا اليوم نيوتريسيونيست. لا ما عطيناش حتى لي كوتش دو بيبي جي ياخذوا حكيكه هكا قبل ما يبداوا الخدمه نتاعهم ينجموا يستعملوا زبده الكاكاوية. نشوفوا تويكا لي سبورتيف دو بيبي جي ايش محضرين. السلام عليكم ومرحبا بكم الناس الكل، معاكم كوتش وسيم عون الله. دونك اليوم كيما عودناكم اون فاخير ان باساج دو رونفورسمون. اليوم اون با رونفورسي دونك لي برا لي بيسبس لي تريسبس ان بو لي افون برا. دونك الناس الكل اللي تلنا سوا في الصال سوا اللي متلناوش لي سيت دونتيغ ولا اللي في الدار، شوريكم كيك اكزارسيس نجمو نخدموهم فاسيلمون سوا افيك دي زالتير دي باخ ولا اي شخص باش نخدمو بيه الناس الكل. اوكي دونك اون كومونس افيك لي بيسبس بيان سور. On va commencer avec la barre. Regardez la prise en supination de la barre.
On serre les coudes, on rapproche les mains. Presque sous les épaules. Balance nuance. Ou bien position décalée, votre choix tout le monde. Notre professeur, donc cure biceps, biceps curls. 1, 2, vers les épaules. 1, 2, vers les hanches. Donc gardez les coudes serrés pour garder le focus sur les biceps. Donc on est focus sur la longue portion de biceps. Yop. On change juste la prise. Badoudine Shoya. Prise large de la barre. Même exercice. Biceps curls, mais prise large. Regardez tout le monde. Les coudes fixes, bien sûr. Poitrine toujours haute et exercice. Et les abdos toujours contractés. Genoux souples. On est focus sur le coude à courte portion de biceps. Donc, sentez la contraction, oui. Halou le bouche au mouvement, sentez le biceps. Yop, yop, vers le bas tout doucement. Gardez les épaules vers l'arrière et la poitrine haute. Avec le deuxième exercice, donc prise serrée, prise large. On enchaîne avec le troisième exercice, avec les artères, donc prise en marteau. Toujours même technique, vers le haut et hop, vers le bas. Sentez la contraction et hop, et en bas. Fallait le muscle bien étiré et hop, et encore. N'oubliez pas la respiration. Bon, expiration au moment de l'effort. Donc, on inspire, on expire. Ça va tout le monde, on finit avec le dernier exercice. Pour les biceps, on change juste la prise, Honi. Prise volette en pronation, regardez. Honi, au début en supination, Honi volette en pronation. Toujours les coudes serrés. Yop, les mains un peu vers l'extérieur. Toujours contrôler le mouvement, l'an vers le bas et l'an vers le haut. Donc on est quand même à 4 exercices de travail des biceps. On enchaîne maintenant avec les triceps. Premier exercice, extension au-dessus de la tête, soit position honi, soit position décalée de jambes. Une composition à faire, ok? Les coudes vers le haut, serré, fixe, 1, et extension au-dessus de la tête. Sentez l'exercice au niveau des triceps tout le monde. Donc vers l'arrière et vers le haut. Avec un premier exercice, on finit rapidement avec le troisième exercice. Donc, regardez tout le monde. Les poings triceps, les mains sous les épaules, les coudes tirés, poitrine fière, soit sur les genoux, 1, 2, 1, 2. Ou bien sur les orteils, selon votre niveau, bien sûr. 1 et 2, 1, 2. Donc, inshallah tkounou stafadtou maya, kan maakoum coach Wassim Aounallah. Merci beaucoup, à bientôt. مشكورين لي سبورتيف دو بيبي جيم وقايت تويكا باش نشوفوا سبوت الخاصه بايمونيتي 19 الكومبليمون اليمونتير هذا المكمل الغذائي اللي يساعدنا باش نقويوا المناعه نتاعنا اما مش اللي جينا نجم نستعملوا المراه الحبله لا المراه اللي ترضع عليه والصغيره اللي اقل من 12 سنه لا ومن بعد شويه راهو على المطمات يزيد فسرنا اكثر ممكن شكون نجم معناتها دو بريفيرونس ما يستعملوش مثلا الناس اللي كيفينا مثلا نستعمل في دواء لجري الدم ممنوع ان ناخذ ايمونيتي 19 هذا اش قالته لي روعه من بكري نشوفوا سبوت ومن بعد نرجع سامحني اختي عندك ايمونيتي 19 لقوي المناعه صف عايشك صف 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 سامحني اما سير عندك ايمونيتي 19 لك ما هو اللي يقوي المناعه وفيه فيتامينات هيا به ايمونيتي 19 اختي ريتو هذا يقوي المناعه الاخر فيه زنك كله زنك وفيتامين سي وفيتامين دي سافا ايمونيتي 19 نشاط وحيويه إيمونيتي 19 مكمل غذائي لتقوية المناعة بعد استشارة الصيدلي
دونك ايميونيتي 19 نلقاو في كامل صيدليات الجمهوريه التونسيه وما نلقاوش في الباغا فارماسي. اكثر معلومات انكم تطلبوا 74 441 999. احنا تويكا بحثنا الدكتوره وفاء زيدي سديري اخصائيه في طب الاطفال. صباحي الدكتوره. صباحي مرحبا. شنو احوالك؟ سافا الحمد لله. دونك سافا حكايه الكوفيد والدنيا اون في افيك توا بدينا نتعودوا شويه بدينا نفهموا احسن برشا من قبل. وبيان سور اليوم في حلقتنا باش ناخذوا اكثر معلومات على حكايه السلاله الجديده وشكون اللي يعدي وشكون اللي من الصغيرات. اما قبل دكتوره كيما تعرف يلزمنا نرجعوا بحذا لشيف. مرحبا فاطمه، مرحبا بكم مشاهدينا. نكملوا مع بعضنا ولا نبدو مع بعضنا دونك الوصفات نتاعنا. شيف فتحيه اليوم باش حضرنا خبز بالسميد. خبز بالسميد باش نبداو سهل برشا. عندنا شنو عندنا فطور زعما؟ مدربل مدربل اكيد مخبير شويه ملوخيه قاعده كمل التابه. الو عندي هوني زوز بكويت سميد ورده المفوح هذايا نتاع معناها تاع سبيسيال خبز بالسينوج بالجلجلان فيه كل شيء البسباس. هوني نحط عليه نفس المقدار بالفارينه سبيسيال بيتزا ورده. نحط عليه مغرفتين نتاع ماكله سكر. نخلط الساعه من بعد نحط الخميره زوز باكويت خميره انستونتاني سمارت شيف هي اللي باش تعطيني الخمران نتاع الخبز نتاعي. انا ديما نحب نحط في الشايح الخميره نتاعي ما نحبهاش ما نبلهاش الخميره نبلها الا بعد لا تدخل في وسط الفارينه وفي وسط السميد نتاعها كوسوسوا سميد صافي ولا مخلط سميد وفارينه ديما نخلط الفارينه نتاعي باش من بعد تبدا هي ما مست حتى شيء لا ملح لا حتى شيء تمس الفارينه والسميد كيكا نحميها. وديما ديما نقول لكم نعجن بالماء المعدني. هوني نحط حكار مغرفتين متاع قهوه ملح ارطب ونجي نخلط بماء معدني ديما كالعاده كما تعرفوني شفتوني ما حطيتش زيت. الزيت هذاك رطب به الخبز نتاعي في الاخر لا نعجن لا بماء متلذذ لا سخون لا خاطر ساعات العباد ما تحسش السخانه نتاع الماء ويحرقوا الخميره وقت يصبوا له ماء سخون يبداوا يسخنوا يسخنوا يمسوا هكا بشويه لكن من بعد الخميره كي تصب لها ماء السخانه نتاعو تعدي ل 40 تتحرق تتحرق معناها ما عادش تطلع معناها تولي كي حطانها كي بلاش ديجا هي خمرت وفات وما عادش تعطي المفعول نتاعها في وسط الخبز. هذاك علاش انا نعجنها جوست نعمل خبزه معناها سوبل مرخوفه شويه. السميد يشرب برشا هذاك علاش نعمل عجينتي من الاول سوبل لكن الخميره نحطها في ماء تمبيراتور امبيونت اللي هو ماء في السخانه نتاع حراره الكوجينه نتاعنا ولا حراره البيت نتاعنا هو اللي باش يخمر لي الخبزه بالكدا ونبدا متاكده اللي هي باش تطلع. حطيت هنا 750 ميلي ماء توا نخلط مليح مليح ومن بعد هذا نولي وقتها نرطبوا بالزيت. انا نستعمل هنايا زيت ديو بلوس نجمه هو اللي باش يرطب لي خبزه. راهو الخبزه كي تبسوها من الاول تولي ما عادش تاخذ لكم الماء كما يلزم. الاحسن بعد لا تخلطوها هكايا وقتها نوليو نرطبوها بشويه زيت ديو بلوس نجمه دوبليش نحطوا لها هوني شويه ومن بعد كي نجيو نكملوها ونحطوا في الطبق اللي باش نستعملوا فيه كي نجيو نكملوها نرطبوها مليح بالزيت وقتها تتبسس الخبزه وتجي بنينه وفاوحه. الوغ نخلي لك الكلمه ايوب من بعد نرجعوا مع بعض. يعطيك الصحه شيف فتحيه. دونك هذايا الخبز اللي بالسميد اكيد باش يجي فاوح بالكدا بالكدا. احنا اخترنا ورده باللي فارين هذوما اللي نخدموا بهم انواع الخبز ونخدموا بهم انواع لي جاتو. دونك اكيد حويجه ممتازه اخترناها لكم مشاهدينا. انا باش نبدا نحضر مع بعضنا باش نبدا نحضر معاكم وكل شيء باش ما نفوتكم حتى ديتاي. المدربل، المدربل اللي قلت لكم هو من انواع لي غاغو التقليديين الموجودين خاصه في العاصمه لي تونيزوا يعملوهم برشا. الجهات الاخرى الحقيقه في تونس ما تلقاش عنده انتشار كبير. انا نحب نتقاسم معاكم هالوصفه البنينه اللي من قاع الخابيه. هوني اول حاجه عملت حطيت زيت نجمه يسخن، زيت نجمه ديو بلوس هذايا اللي فيه فيتامين او ديما نقول لكم عليه انا نستعمله برشا على خاطر ما يخليليش غير غو في الماكله وفيه منفعه. دونك بعد ما حطيت يسخن شويه قليت فيه جرينات الفلفل هكا هذوما جوست نحبهم بعد يرافقوا لي المرقه نحب نزين بهم. وناخذ النكهه نتاع الفلفل في وسط الصوص.
توا باش ننطلق ونبدا نحضر الصوص نتاعي. المدربل ينجم يجي كذاب، ينجم يجي بالحمن، ينجم يجي بالدجاج، كل واحد كيفاش يعملو. انا اليوم باش نعملو بالدجاج، خذيت قضات نتاع الدجاج خاطرهم هما اكثر بارتي جوتوس في الدجاجه، فيها بزايد غراس وتتحمل اكثر حتى الكويسون. دونك هنا باش نحطوهم هذوما الكل يتحمروا من الاول في الزيت نجمه، وباش نبدا نفوح الصوص نتاعي اللي هي باش تكون المرقه اللي باش نعمل بها المدربل من بعد، باش نسقط فيها البتنجاله مقليه، والا المدربل اللي نجموا يعملوه حتى بالقرع الاخضر يجي زادا بنين برشا كما نجموا يعملوهم بهم الزوز. انا باش نعمل اليوم بالبتنجاله المقليه، باش نوريكم كيفاش نبطنوها ونقليوها اللي هي باش ترافق المرقه اللي قاعدين نحضروا فيها. شوفوا هنا الدجاج كيفاش لونه بدا يتبدل، وقتها نبدا نفوح. دونك عندي اول حاجه باش نفوح بها باش ناخذ شويه فلفل، نحب النكهه نتاعو تمشي في الزيت، الفلفل هذايا الاحمر المرحي الشمسي نكهته بنينه برشا. هكا نقليه شويه بركه، ما نخليهش برشا باش ما يتحرقش وما يمررش. نزيد عليه توا طماطم سيكام المدش هذايا بالثوم، طماطم فرشكه مجموعه، ماهيش ما حبيش نعمل طماطم معجونه هوني، نحب طماطم مدشة كيف ما هي فرشكة بنينة برشا من عند سيكام، لونها مزيان وخاصة فيها نكهة الثوم اللي باش نزيد نقويوه شوية. نحطه هنا شيشة ثوم مع هالمكونات الكل، ونبدو نفوحه ونزيدو شوية تابل يفوحنا المرقة متاعنا. باش نحط شوية فلفل أكحل ما نكثرش. دونك هذه فحاتنا تحطت الكلها باش خليها تتقلى. في الاتاب هذه باش نزيدو الحمص، انا ديجا طيبته سبقت الوقت خاطر ماهوش نفس الكويسون نتاع الدجاج نتاع الحمص. دونك ديما نطيبوه وحده ومن بعد نسقطوه في المرقه من الاول هكا كيف ما نعمل انا، نمرقوهم ونخليهم يكملوا يطيبوا مع بعضهم. هذوما في الوقت هذا انا نحب نحضر البتنجاله اللي باش نقليوها وتتحط في المرقه في اخر الكويسون نتاعها. البتنجاله باش تشوفوها بعد شويه كيفاش نبطنوها وكيفاش باش نقليوها. نمشيو لفاطمه وصفاء. مشكورين لشيف. الوغ نرجعو نحكيو مع الدكتوره وفاء زيدي السديري اللي هي اخصائيه في طب الاطفال. صباح الخير مره اخرى دكتوره. صباح الخير، مرحبا. يعيشك. اليوم باش تعطينا ممكن تحيين لحكايه الكوفيد 19 والحكايه الصغيرات والسلاله الجديده وانه ينتقل برشا عند الصغار، شنو صحيح من الغلط دكتوره؟ بون هو سي فغي جينا في اون بيريود توا عندنا ان بو دو ركول، معناها كوميم تسع شهور ولا اكثر شويه من الكورونا هذه اللي بدات، اللي كان فيروس جديد ما يعرفه حتى حد، كنا ياسر متخوفين منه البيريود الاولى، وشخاص كان قعدنا ياسر متخوفين منه على خاطر ورات نجاعه كبيره انه احنا ياسر خفنا على بعضنا، ياسر خفنا على رواحنا، وياسر خفنا على العباد الكبار اللي معانا. دونك البيريود هذيك سيتي اون بيريود فلو شويه، دونك ما نعرفوش شكون يعدي اكثر، صحيح الصغار سي دي فيكتور يعديو اكثر من كبار. وفيت افيك لو ركول اللي عندنا توا نفهموا خير شويه اللي الصغار يستفيغي اللي هما سي با دي فيكتور، مش معناها هما باش يعديو اكثر. وحالات العدوى اللي صارت ما بين الصغار البيريود هذيا معناها شفنا اللي في الكريش اللي حاطينهم صغار واللي حت والبيريود اللي رجعوا فيها يقراوا ما كانتش فما عدوى اكثر من البيريود الاخرين. ودايوغ باش نحلقوا توا ما نعرفش كان تبعتوا الاحداث مؤخرا اللي فما مكتب سكروه بعد الغونتخي. يستفغي اللي صغيرات تعديو اكثر في الميليو فاميليال معناها في الديار بعد العطله اكثر من البيريود اللي وايفيكتيفمون دوتر زيتود اتعملت حتى في فرنسا وحتى في امريكا، وراو انه الصغار ما بينات بعضهم ما يعديوش اكثر من اللي تعداو في ديارهم فوالا. معناها العدوى ما بين الصغيرات ماهيش اكثر من العدوى ما بين الزادولت، معناها الصغير اذا كان تعدي راهو سي ان ادولت اللي عديه. بقى هنا كي تحكي هنا صغار دكتوره، الصغير في تونس هو من صفر حتى 18 سنه اكزاكتومون. احنا باش نحكيو على البيريود الاولى الماترنيل معناها حتى الست سنين شافوا دايوغ معناها البيريود هذيا الكريش محلولين الوغ كو المكاتب قاعدوا مسكرين. صارت اون معناها كيستيون وسي ليجيتيم باش يقول لك علاش احنا الكريش حلينا وعلاش المكاتب سكرت. وفيت الصغيرات ما بينات بعضهم ما همش دي فيكتور للعدوى اكثر
الاطعام اللي هما معناها اذا كان صغير ان بيبي تعدي راهو سي لو ميليو فاميال راهو لادولت هو الكبير هو اللي عديه مش هو مثلا في الكريش فوالا مش هو اللي عديه الكبير لكن هنا زاد لا كيستيون يقول لك انا هو بو كي هو ما يعديش هو مش ما يعديش معناها يجم يعدي لكن مش اكثر من لي زادولت مش السبب مش السبب لا شارج فيرال تكون اكبر فوالا لا كيستيون كي سوبوز اسكو صغير هذايا اللي مريض نهزوه للكريش ولا لا بالضبط بطبيعه لا حتى كان ماهوش كورونا اون فا با معناها بروندغ لو ريسك انه باش يعدينا صغيرات دوطخ فيروس هما في العاده في الكريش يقول لك اذا كان ولدي ولدك صغير حتى مقرب معناها قريب عادي ولا الغيوم ولا ليجي بالمستحسن ما يجيش البريود هذيا اي معناها ماناش باش نزيدوا حتى كان ماهوش كورونا معناها ماناش باش نزيدوا نستقبلوا صغار مرضى تخلي نهارين في الدار نشوفوا معناها كل كل معناها شاك بارون عنده البيدياتر نتاعو يسال البيدياتر نتاعو يفو فير لو دياغنوستيك يا كورونا يا غيوم موسم اللي يجينا البيريود هذيا ويا لا. باهي نحكيو على ست سنين فما فوق توا دوبوي اكتوبر ايزون معناها لو بور دو ماسك الي اوبليغاتوار للصغيرات اللي اكثر من ست سنين. علاش؟ على خاطر ديما صغيرات في العمر هذيا سي فغي يمرضوا بدوتر مالادي اللي تخلي المناعه نتاعهم اقوى من صغيرات الاخرين لكن سي اون ديسيبلين خلينا الناس الكل منظمين الصغيرات في العمر هذا يجموا يتعداو ويجموا يعديوا بعضهم سي فري ماهوش ريسك اكبر من شي لي زادولت لكن موجود فهمتك بي كيف نحكيوا احنا يقول لك ديما المشكله في مش اللي في المكتب ممكن المشكله ديما اللي في الليسي الصغيرات هذوك اكثر اي هما حكيت ست سنين هذه عملوها من البيريود من اكثريتها من ديسمبر وين ظهرت السلاله الجديده هذيا السلاله الجديده هي عباره عن الطفرات هذوما الجينيه اللي تغيرت في الفيروس اللي هي تصير في اي فيروس مش كان في فيروس كورونا دوتر فيروس فيروس الجريب الموسمي مثلا اللي توا عندنا ديجا كل عام يتبدل كل عام يتبدل هذاك علاش احنا ما عندناش فاكسان ستابل كل عام نقعدوا نستناو في الفيروس الجديد وباش نعملوا له الفاكسان نتاعو جديده دونك الفيروس هذايا الريسبتور نتاعو اللي باش يلصق في لي سيلول نتاعنا واللي باش يدخل يتبدل ولا يدخل بوكو بلو فاسيلمون هذاك علاش العدوى ولات اسرع يقولوا اكثر من 50 ل 70% اسرع من الفيروس العادي الاخر الكورونا القديم دونك صغار بشويه تعداو اكثر مي اين يا اوكون بروف كو الفيروس هذايا لي كا نتاعو اي سون بلو ميشان معناها اكثر الخطوره واكثر صغيرات مشاونا للانعاش خاطر نقيسوا ديما الخطوره نتاع الفيروس بنوع بعدد الحالات اللي راقده في المستشفيات والحالات اللي راقده في اقسام الانعاش وبتبيع حالات الوفيات اللي للاسف الفتره هذه قاعده تتكاثر بالكدا بالكدا في تونس فعندنا وفيات في الصغيرات لا في الصغيرات لا حتى في العالم معناها الوفيات قليله برشا وشافوا انه فما دوتر مالادي معناها صغيرات اللي عندهم فقدان المناعه صغيرات اللي عندهم امراض اخرى مزمنه اللي اي فيروس معناها يجم ياثر عليهم بي دكتوره توا تعرف انت صغيرات في من ابارتير من سبتمبر يظهر لي حتىكش الفيفري مارس ديما عندنا كلي هكا مقربه كبرونشي اكسلون هذا باش يفسر لنا علاش الصغيرات اللي يمرضوا ما يمرضوش اخطر من لي زادولت معناها سي فري حتى ميم سي سو سيمبتوماتيك معناها حتى كان عندهم اعراض ما يوصلوش حالاتهم كيما الكهول والكبار اللي تتعكر حالتهم بسرعه الاطفال في العمر هذايا عندهم ثلاثة ميزات، الميزة الأولانية أنهم ديما يمرضوا في البيريود هذيا، دونك السيستيم إيمونيتير معناها الجهاز المناعة نتاعو متعود يخدم على روحه أكثر من الجهاز معناها الشيء لي زادولت، وحاجة أخرى أنه الصغار فما فيروسات نعرفوهم يجيو للأطفال ماهمش مخطرين، باغ كونتر كي يجيو لي زادولت كيما فيروس البوزوغار الفاريسيل كيما فيروس لي زوريون هذوما كي يجيو وحتى الحصبه كي تجي عند الكبار مضر معناها مخطره اخطر برشا من انها تجي عند الصغار دونك والحاجه الثالثه انه اصلا الريسبتور نتاع الفيروس هذوما يسون اقل من اللي موجودين عند لي زادولت معناها لي سيلول نتاعنا ما تستقبلش الفيروس كيما لي سيلول دو لادولت وذاك علاش كي صارت التغيرات والفيروس ولا يدخل اسهل للخلايا نتاع الجسم هذاك علاش ولاو الاطفال
يمرضوا اكثر من السلاله الاولانيه. ما يذول بيسكو صغيره ديما يمرضوا، مش كل مره تعملوا تحليل نتاع اكسلون اوسي. معناها اذا كان انا عندي صغيرات تمرض 6-7 مرات، مش كل صغيري باش يعمل لي ان روم، معناها جوست خشمه يجري، والا عنده سخانه، والا عنده اسهال. بون ما حكيناش على الاسهال اللي هو علامه من علامات عند الكبار كيما عند الصغار، واللي تجم تكون معناها من العالم تجم تأدي ان نعملوا فحص الكورونا هذايا. لا كيستيون عند صغار، فما برشا صغار يطلعوا سنين بالاسهال، يطلعوا سنين بالغوم، يقول لك برونشي دونتير، لا يطلع في سنين طلعته شويه سخانه وجريت شويه كرشو. هذايا علاش كل ام معناها يلزمها تتصل بطبيبها وهو اللي يوجهها خير. ما في بين انتم قاعدين تداويوا معناتها الطب الكل الصغار ولا الكبار يداويوا على اساس كله كوفيد؟ بالنسبه على اساس كله كوفيد، سامحني وزاره الصحه ديجا وحتى من اللجنه العلميه ديغنييغمون قالوا راهو احنا اون با ديتيكتي دو كاد، يعني فماش غريب في تونس، راهو اي كبير ولا صغير عنده لي سامبتوم نتاع الغريب راهو اوتوماتيكمون كورونا، خاطر ايزون با ديتيكتي الفيروس سنين ما حسب ما قالوا. هذايا يوجهنا راهو نرجعوا حكاية الوقاية. دايوغ أنا الماسك نتاعي جبته معايا، راهو الوقاية هو سلاح ناجع بالكدا بالكدا. أنت معناها احنا الأطباء كي نحطوا في مخنا أي مريض باش يجيك راهو كورونا، معناها أنت باش تاخذ الوقاية ليك أنت وللمريض للي من بعد وللمريض اللي قدامك زادة. معناتها لو فات اللي أون فا غومبخ لو سيركل نتاع الكونتاميناسيون، شنو معناتها؟ معناها كيما أنا نوقف في الكابينة نتاعي معناها ناخذ فماش ريسك انه اللي بعده المريض اللي بعده هو باش يمرض، دونك انا ساهمت زاده باش نوقف العدوى هذيا. حاجه اخرى بابي انا حبيت نشكر شكر خاص للوعي، لدرجه الوعي لي بارون. انا يطلبوني بوكو دو بارون مرضوا مرضتي معناها في الكابينة ويطلبوني يقولوا دكتوره ما يصيرش نجي رانا احنا عندنا اعراض الكورونا، يبداو خايفين لانهم يجيو للكابينة نتاعنا ولا حتى يمشيو للكلينيك يقول لك انا عندي كورونا يمشي نعدي العباد الاخرين. لو فات كو انت تو انفورم طبيبك اللي انت عندك الكورونا، راهو اذا كان العبد يمرض ما يمشيش للطبيب، ما يمشي يمشي يلزم يشوفوا طبيبه. معناها احنا الحمد لله معناها درجه الوعي نتاع الطب نتاعنا انه اون غوفوز جامي امالات، يكفي انك تعلمني مش ليا انا، مش انا خايفه منك، باش الصغيرات الاخرين والعباد الصغيرات الاخرين ولا اللي في المجمع الطبي ولا اللي في المصحه، الناس الكل ناخذوا احتياطاتنا. المشكله لهنا انه فما برشا نشوفهم انا على الفيسبوك ولا فما عباد يحلوا دي ديريكت انا مريضه بالكورونا، وتلقى صغارها دايرين بها. علاش ما نعملوش سيباراسيون بين يعني نعملوا تباعد اجتماعي كما باش تخبي كما باش تسكر على روحك باغابوغ او زادولت يعني العباد الكبار، زاد الصغار ينجموا يوصلوا لحالات متقدمه لا قدر الله. علاش كي تبدا الام ولا البو مريض بالكورونا ما يحسرش روحه ما يبعدش، علاش ديما صغارهم دايرين بيهم؟ هذايا يوصلنا زاده انه لي زونفون دو بارون مالاد شنو نعملوا لهم؟ يمشيوا يقراوا ولا لا؟ اذا كان الوالدين واحد من لي بارون معناها الام والا البو تيستي بوزيتيف سيمبتوماتيك، معناها هما باش يعملوا ايزولمون هذاك ما فيش حتى كلام، ولادهم زاده باش يقعدوا اسبوع في الدار من غير ما يمشيوا للمكتب. اذا كان ظهرت اعراض بطبيعه باش نتصلوا بطبيب العائله والا طبيب الاطفال نتاع الطفل هذاك، اذا كان ما ظهرتش اعراض يجم يرجع المكتب على روحه بطبيعه. راهو لي كا سي او كا باغ كا، كل واحد عنده طبيب ويشوف معاه. بالنسبه للاطفال اللي ظهرت عليهم العوارض باش يزيدوا اسبوع اخر على الاسبوع هذاك باش ياخذوا دواهم بطبيعه وباش يمشيوا يعلموا. مهم جدا يعلموا معناها ليكول المدرسه اللي هما فيها انه في حاله كورونا، خاطر ما عندنا الرزنامه مطحتها الوزاره كيفاش نسكروا القسم كيفاش نسكروا المعهد والا المدرسه. دونك احنا عدد الاطفال اللي برضو مي راهو نرجعوا نقولوا الوقايه راهو باش تهز ماسك معاك ما يضرش، استنسنا به تعودنا به الناس الكل. الصغار اللي باش تغسل يديها نعلموهم اللي هما صغار يتحملوا مسؤوليتهم. انا عندي صغيرات 3 سنين و4 سنين يجيو يعرف يقول معناه يمد يده جيل قبل ما يخرج ويمسح بالكدا ويفخط معناه يحك يديه بالكدا. وحبيت هنا نفتح قوس، جاني طفل عمره 4 سنين ونص قال لي تاتا دكتور يا اخي انا باش نموت كان نمرض بالكورونا،
هنية مهم جدا راهو احنا ليزادولت الكبار على اعصابنا الامبيونس جينيرال هاك تشوف معناها كل ما نحلوا التلفزه هاو كورونا هاو احداث شغبها راهو حاله نفسيه للطفل راهي مهمه جدا 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 وقت اللي يجيك طفل عمره 4 سنين يقول لك انا باش نموت كان نمرض دكتور معناتها ماذا بيا في الحلقات الاعلاميه نخصوا وقت للتوعيه نتاع الكبار راهو ما نخسروا حتى شيء اذا كان كلنا نحميوا رواحنا من صغيرنا لكبيرنا وحاجه اخرى بوكو دو بيتي زونفون معناها الصغيرات هذوما يقول لك انا توحشت جدتي انا توحشت جدي عليه انا ما نمشي لهمش هو راهو نجموا نمشيوا لبعضنا لكن تباعد كما احنا توا بيناتنا زوز مترو وما نجمو فوالا التباعد ما بيناتنا مهم جدا وربي يسترنا الناس الكل. توا انت معناتها كطبيبه اطفال مدام وتونسيه زاده وعندك صغيرات يقراو انت تشوف حاجه باهيه يعني احنا سكرنا المكاتب وسكرنا الليسيات والجامعات ولا تشوف انه مثلا المكاتب غلط ولا زايد كيف نسكروا ممكن الليسيات بالنسبه لي انا عندي ثقه مطلقة في الهيئة العليا اللي خصوها للمتابعة الكورونا ومنهم دكتور هاشمي الوزير اللي هو أستاذي وقراني معناتها وصلوا هما طلبوا أنه يكون حجر تام وشامل مدة على الأقل أسبوعين عندهم أسبابهم لذلك ونرجعوا للتسكير التسكير يبداش حتى أنا برأي شخصية قد ما نسكروا قد ما باهي لكن مش باش نعرقلوا الحياة اليومية على خاطر العباد تخدم على روحها توا انت كي مثلا انا نخدم ونخلص وعندي شهريتي تتصب كل شهر واللي ما يخدمش شنو نعمل له؟ العمل اليومي نرجعوا للوعي راهو الوالدين اللي عندهم صغارهم تعرف انوما اللي ما نجموش نتحكموا فيهم اللي ما بين 12 سنه و 18 سنه هذوما هما اللي ما نجموش نتحكموا اكثر زاد الناس اللي قاعدين يعديوا وهما اكثر بوبولاسيون نتاعنا ما بين 12 و 18 سنه اكثر من لي زادولت واكثر من لي زونفون معناها هذوكم اللي متعبيننا شويه انهم هما اللي ماهمش قاعدين بيان سور ماهوش تعميم لكن نحاولوا الترونش هذيا نركزوا معاها شويه انها تتوعى تنضبط بربي سامحني استاذ دكتوره لهنا جو سؤال صغير فما برشا الناس ما تعرفش تريتمون بور لي زونفون فما عباد تعطي دويه الكبار لصغيراتها اللي يمرضوا بالكورونا يعني تريتمون بروتوكول للكبار دونك ماشي للصغيرات مع بعضها لا احنا من اول الحصه وانا نعاود راهو الصغيرات سي اوكا باركا راهو مش الصغار الكل باش نعمل لهم دي تيست راهو مش الصغار الكل عندهم كورونا يفوك بالنسبه للحالات اللي عندهم كورونا اللي عندهم كورونا عندهم طبيب وكل واحد عندنا طبيب العائله يجم يداوي عندنا القسم الاقسام الاستعجاليه لو فيت انك انت وصلت عندك كورونا وتعرفها دونك اكيد عندك طبيبك طبيبك هذاك هو اللي يجم يوجهك بي شويه اسئله الدكتوره باش انت تصح لنا معناتها برشا يقول لك مثلا المراه الحبله مرضت بالكوفيد هل تعدي جنينها والا لا؟ لا ما تعديش بي وقتاش تعدي لهنا؟ وقتاش تعديها بعد الولاده بي والسؤال هذا مهم جدا زيدا خاطر باش نسالوا على لاليتمون ماتيرنيل حليب الام ونرجعوا هنا ناكدوا على حليب الام ما فماش حاجه تجم تقوي المناعه نتاع صغير قد حليب ام وحتى كان هي مريضه بالكوفيد وحتى كان هي خاطر لي تيست اللي عملوهم حتى لتوا ما لقاوش ساعه الفيروس في الحليب ولقاو نسبه ضئيله جدا من ريسك انه ينتقل الحليب في الحليب للصغيرات دونك العدوى كيفاش بتصير؟ بتصير كيما الكبار معناها بالعطس والا بالمسين والا باللي قلت دو ساليف معناها بالشارج فيرال نرجعوا للشارج فيرال قوه معناها الشارج فيرال والتنفس اللي تعدى للصغير هذيك هو اللي باش يعطيه. فماش حاجات نجموا نقاو بهم مناعه الصغيرات؟ الصغيرات انا نحميوهم بالضبط انا احنا ما نبوسوهمش ما نلمسوهمش وياكلوا بالكدا ويعملوا شويه ماذا بيا نرجعوا للفتره الاولى اللي قعدنا احنا الصغيرات صغيرات صغيرات نوفوني معناها يعني صغير البيبي اللي مازال كتولد لا الصغيرات الاخرين نخصوا لهم ساعه مهم جدا الترفيه مش كان بالخروج مش كان بال نلقاو لهم استنبط كل واحد في عائلته يلقى الحل لصغاره باش ما يقلقش خاطر الصغار تعبوا مده 9 شهور واحنا مسكرين عليه اليوم حتى ما نعرفش نحكي على ميتسا احنا حتى لي كلام تقول لي بنتي ماما انت ما حملتنيش عندك برشا نلقى حل اخر كيفاش نرضيها نعلموهم الاحترام الكبير
الاحترام اللي بجنبه ما نعديوش خاطر صغار ياسر يعطيو دبشهم لبعضهم. تقول لي ماما مش تقول لنا احنا يلزمنا نقسموا، اوكي نقسموا، لكن نحاولوا لمويا التوعيه راهي مهمه جدا جدا جدا. مشكوره دكتوره وفاء زيدي زديري اخصائيه في طب الاطفال، يعطيك الصحه. دونك نرجعوا بحثة لشيف. مرحبا بك فاطمه، مرحبا بكم مشاهدينا. دونك مع بعضنا باش نكملوا اطباقنا. شيف فتحيه، قبل ما نعطيك الكلمه انا ديتاي صغرون يخط المدربل، بعد ما حطينا المرقه نتاعنا الطيب كيف ما قلنا نجمو نطيبوه بالبقري، نجمو نطيبوه كذابه المرقه كيما نجمو نطيبوها بشويه دجاج اللي تحبوا انتوما. انا هنا خذيت البتنجان القصيت وجراير خشان شويه، ما يلزمهمش يكونوا جيدين برشا، دونك هكا ومبطنهم. حضرت لهم شويه فرينه عاديه من عند ورده، خذيت معاها عظيمتين مع شويه حليب شويه ملح وشويه خميره نتاع جاتو سمارت شيف، هذوما الكل ركضتهم مع بعضهم وبطنت بهم البتنجاله اللي عملت لها قبل هذايا، طرحتها في صحن وحطيت عليها الملح الخشين باش تولي ديغورجي، احنا نقولوا نحيو منها كلمة زايد، كان فيها مراره تنقص. دونك هذايا البتنجاله نتاعنا اللي تتقلى لازمها تتبطن، والريزلت عندنا هوني هي مقليه حاضر باش بعد ما طابت الصوص نتاعنا هكا باش نسقطوا عليها البتنجاله ونعملوا لها مغرفه خل وتكون المدربل نتاعنا حضر. هذايا اول حاجه في فطورنا اليوم. ثاني حاجه باش تكون طاجين كيف ما قلت لكم عش البلبل سميته، باش نعملوه بحاجات سهله ما تتكلفش وما تاخوش برشا وقت. في الوقت هذايا انا نحب نرجع للشيف فتحيه ونشوف الروسيت وين وصلت فيها. الروسيت توا باش نعمل الخلطه نتاعي نتاع الجاتو اللي بالجوتا هذا. عندي هوني 350 غرام جوتا، نحط عليهم 150 غرام سكر محور، الكل على بعضه تركض هذا ومن هذا لحد شيء، الكل يتخلط مع بعضه فرد فرد معون ما غير حتى قلق. عليه زوز باكويت سكر فاني سمارت شيف، نحط مع هذايا كعبة برقدين زيست متاحة مبروش، هذه أسهل خبزة تنجموا تخدموها سيان فلو. نجي هوني نحط شوية ملح ونحط كعبتين عظم، هذوما الكل نخلطهم مليح مليح حتى لين يرطابوا. ومن بعد عندي مول مدهون بالزبدة، نحط لي بيبيت دو شوكولا، الحاجة الوحيدة اللي فيها الفارينة هي لي بيبيت دو شوكولا، نغلفهم بالفارينة فارينة سبيسيال جاتو وردة حطيت لهم باش ما يتيحوش في تحت الجاتو. الوغ هذايا نخلطوا مليح مليح حتى لين يرطاب، لطون نحضر المول بتاعي تاع اللي باش نطيب فيه ونحطها تدخل الكوشة سخنتها 170 مدة 50 دقيقة. يعطيك الصحة شيف. دونك هذايا الفلون اللي اخترت له جوزة مرياح ك برودوي دو باز. احنا توا باش نرجعوا لفاطمة بعد كيف ما قلت نستناوكم، عندنا طاجين عش البلبل نشوفوا كيفاش باش يكون. مشكورين للشيف، احنا بحثنا مدام فاطمه مباركه اللي هي اكسبير ديرموغرافي ريباراتريس ا باريس، موجوده زاده معنا في تونس. صباح الخير مدام. صباح الخير. شنو احوالك؟ الحمد لله. الحمد لله. دونك مدام باش نعاودوا نحكيو على السونتر نتاعك الموجود في تونس. مرحبا بكم. الملفت كي تعدينا يسالوا شنو لي زكتيفيتي اللي موجوده في السونتر. عندنا ليبيلاسيون ديفينيتيف، عندنا لامانسيسمون، فما زيد لي تكنيك نتاع نيدلينغ ريبير بالنسبه للاكني وتراس داكني، بالنسبه لتاش برون، كيف كيف عندنا البيغمونتاسيون نتاع لي ليفر نتاع لي سورسي. يسالوا فينا على البيغمونتاسيون، جبت لهم انا لي كولور الكل، خاطر في لي كولور نتاع ليفر يعرفوا اللي فما كاين زوز ولا ثلاثة ألوان اللي هما لي فوالا اللي هما برشا ألوان، معناتها الكلهم يلقاوهم متوفرين عندنا في السونتر. بيان سور هي كي تجي معناتها باش نوليوها تختار اللون اللي تحب عليه حسب البو نتاعها. بيان سور كيف كيف أهم حاجة فاطمة اللي هو الكاموفلاج، يسألوا كيفاش كاموفلاج شنو هو الألوان، الألوان اللي هو الكاموفلاج كما تشوف أنت لهنا كل حاجة هنا يحطوا بيغمون كاموفلاج. فوالا لهنا هذوما الالوان نتاع الكاموفلاج. وريها هكا الكاميرا مقابلتك. فوالا هذوما الالوان نتاع الكاموفلاج لهنا. فوالا هذوك الالوان احنا نوظفوهم ونخلطوهم حسب الكاليتي نتاع البو نتاع معناتها الباسيون هذيك باش نطلعوا له كولور دو بو نتاعو باش يكون بيان سور معناها باش يكون 90% 90% ايدونتيك، خاطر حاجة ربي باش ما نكذبوش نقولوا 100% نقولوا 90 80% باش تكون ايدونتيك. حاسيلو كي تغزر ما تراش. يغزر فوالا ما يراكش مبسطوها ما يراش اللي انت عامله كاموفلاج. هذه يسالوا عليها اكثر حاجه بالنسبه للكاموفلاج. للتصليح كيف كيف فيتيليغو، اي فيتيليغو ولا حتى لي سيكاتريز زيد يسالوا على التصليح زيد الكوريكتور زيد لهنا هذوما زيد كيف كيف الالوان زيد تاع التصليح لهنا
اللي نفسخوا بهم تعرف اللي انت دي تاتواج تو الا باش تصلح بيغمون ساعات تجيك كليونت عندها بيغمون ازرق والا اخضر نصلحوا لها بالالوان هذوما هذوما نوظفوهم باش نصلحوا بهم احنا معناتها لي ديفو اللي يصيروا معناتها من بيغمون اخرين هذوما بالنسبه للي بيغمون بالنسبه للتريكو بيغمونتاسيون زاد يسالوا فينا من بعد ما تعدينا ماهيش زراعه فاطمه خاطر يشوفوا في لافون لابخي يحسبوها زراعه ماهيش زراعه راهي برشا عملت سكسي على الاخر بعثونا برشا ميساجات عليها فوالا لكن هي ماهيش زراعه هي معناتها بوال 3 دي بوال مرسومه 3 دي كيما تشوف لي سورسي نتاع المدام هذه ديجا هي ما عندهاش نحن رسمنا لها لي بوال نتاعها مرسومين 3 دي كي تشوف انت تشوف لي هي بوال معناتها تتعمل ديجا تحط لنا لي بوال معناتها لافون لابخي معناتها في التريكو هما دي بوال كيما قلت لك 3 دي يسالوا غريف غريف ماهوش غريف راهو نوفيل تكنيك اسمها تريكو تقعد من عامين لخمسة سنين كيما قلت لك المعلفات تحسب لي سيونس اللي عملناهم فاطمه سي بيان به زاد نحكيو زاد على معناتها لي زاكتيفيتي الاخرين اللي عندكم معناتها اي عندنا ليبيلاسيون ديفينيتيف اللي ايبيلاسيون لومير بولسي مطلوبه بيان سور هي تو معناتها عندنا سيني نخدموا فيها في السونتر جيتك حتى عملناها وحكينا عليها لكن لافونتاج اللي السنه هبطنا نوفيل جينيراسيون 360 اوبتيك اللي هي اول اباري في تونس اول اباري المانيه انا هبطتها معناتها عندها توا شهرين في السونتر اللي هي 360 اوبتيك اللي هي في لومير بولسي كنا قبل كي نجي تذكر نحكيو على 24 سيونس تو نحكيو كان على 10 اكاها تو نحكيو ديجا فيها دي فورفي وحاطين فيها فورفي تو في الكور كومبليت 1,950,000 يسالوا فينا برشا على لي بخي يعني عطيتهم تو بخي في الكور كومبليت معناتها كور كامله 1,950,000 باش نحيو اللي انا ريتها عندهم في السونتر هي لا كور امين 600 اللي تو الناس الكل تخاف من العمليات وتبخل على السبور وريجيم يمشي ويجي عندكم ماذا لي بروتوكول كامل تخدموا به في الكور امين 600 فاطمه اي بيان سور عندنا ليبو لازير اللي هي نوفيل جينيراسيون عندنا دو معناتها ليبو ليبو نتاعنا زاد فيها معناتها كلمه الراديو توريك معناتها الجريس نتاعك بيان سور كل شيء زاد الكور كيفاش باش يكون فيه كوفرتور شوفونت بعد نعملوا كابيتاسيون راديو فيليكونس باش تكون دريناج لمفاتيك لي نتاع لي بوزيسيون اللي هما نتاع الليفتينغ وبعد نعملوا دريناج لمفاتيك اللي نعملوا فيه بالبريسوثيرابي هذه معناتها كور كامله تعملها الباسيونت كي تجي بحضينا لمده ساعتين تبقى بحضينا ساعتين ثلاث مرات في الجمعه ولا مرتين حسب هي شنو قديش هكا ترى ابو بخي الشيب نتاعها بدات تتبدل والله شوف هي تعمل 2-4 سنتيمتر بار سيونس بيان سور باهت الحكايه برشا يقولوا برشا بيا من 2-4 لكن بيان سور مع ريجيم معناتها يلزمها هي زادت واحد بشويه مش ناكلوا برشا نقول انا اول دليل راهو انت اي انت فوالا انا ملي ريت قلت لك عاملاه ولا على سنين ضعفت بالكدا فاطمه اي اي انا من بعد الكروسيس معناتها شديت في الكور نتاعي بيان سور معناتها كوميم زاده مع الريجيم ومع الديتوكس كيما الناس الكل معناها خاطر ما نجموش نعملوا راهو نعملوا على الكور هكا هاو ناكلوا الحقيقه فهمت به عندك حاجات اخرين نجموا يزيدوا مع السونتر بالنسبه لهذوما عندنا زيد الحاجات اللي يسالوا عليهم ديما لاكني تراس داكني لي تاش زيد فاطمه هذوما الكل نخدموا فيهم بني لين ريبير كما قلنا هما دي نوفيل تكنيك نخدموا بهم معناتها حسب كل حاله وحالتها كل لي تاش هذوما ما نجمش نقول انا دي تاش يتنحاو في حصه ولا حصتين الا ما نشوفوها ديجا نعملوا في الاناليزر معناها نعملوا في الدياغنوستيك تجي بحثينا الكليونت نتاعنا نعملوا لها الفيشه نتاعها ونتلاهوا بها من ا جوسكا سيد معناتها نبداو معاها في الكور نتاعها كامل معناتها شنو تستحق بالضبط التكنيك كما قلت لك نيد لين ريبير هي احسن تكنيك تو معاها لي ثيرابي معاها لي بيير راجونيسمون هذوما الكلهم يلقاهم متوفرين عندنا في السونتر. باهي اليوم عندنا احنا تيراج او سور عملتوه اه. مدام اي دونك عندي اسم اللي ربحت اللي هي انتم شاركوا في الباج نتاعكم اللي هما توتابيو الباج اللي ربحت هي مدام بثينه المناعي من بنزرت من بنزرت هكا والباك قيمته 3 ملايين ونص 3 ملايين و500 في ايبيلاسيون ديفينيتيف سلام مبروك عليها فيها ايبيلاسيون ديفينيتيف وفيها 6 سيونس معناتها تريتمون فيزاج معناتها حسب الحاله نتاعها وفيها 20 سيونس دامانسيسمون معناتها كور كامله تتمتع بها وان شاء الله مبروك عليها بتنجم تتمتع بها وحدها ولا تنجم تجيب شكون معاها؟ ما يسالش انا ديما مسهله لهم انا ديما نعطيك انا الحمام تعرفها باش تمشي لا هذا نقول لا والله لا خاطر ديما نعرف ساعات بتات هي ماهيش سمينه المراه ما تحتاجش لي سيونس هذوما عندها اختها ولا حد نجم تقول معاها ما يقلقنيش في الحال هذا قلب الكبير فعلا يقصد دار كبيره باش المره الجايه كي نعملوا كي تعمل مدام فاطمه جو هكا العباد تعرف هي ما هو ماهوش الباك هذاك برك هي عندها كوفري كادو فيه مكياج وفيه
في شامبوانيت ودي كريم والكل جبتوا انا معايا من اخر فواياج ووريتوا لهم وقتها وانا في الفواياج وقلت لهم الباك هذايا راهو معناتها باش تربحوا اللي باش تاخذ الباك هذايا معناتها هي عندها الباك هذيك وعندها زاد كيف كيف معناتها كفخي كامل من كل شيء معناتها باش تاخذوا مع الباك نتاعها. صح عليها مدام بوثين المناعي من بنزرت دونك الف مبروك مدام وميرسي بوكو زاد مدام فاطمه مبارك اللي هي خبيره في ديرموغرافي ريباراتريس ا باريس. ميرسي مرة أخرى. عايشك مرحبا. يعايشك. دونك منعرفش اسكو نجمو نعطيو تليفونات نتاع سونتر. بيان سور نعطيو 54-125-872 وعندنا زادة 28-125-907 و 25-199-260 الفيسبوك نتاعنا توتا بيو ديرموغرافي ريباراتريس والانستغرام نتاعنا توتا بيو 6 هذوما معناتها اللي نجمو كونتاكتيونا عليهم. مرحبا بهم الناس الكل. ميرسي يا مدام. ألوغ نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا. قوتنا في هريستنا. وردة سرها المحبة.